فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المؤرخين المعاصرين يقولون إن ابن غنام رحمه الله بالغ في وصف حال نجد، لأنه ما يدرون ما يدرون. ابن غنام شاهد هذا الشيء وما رأى إن كمن سمع. يعني يكذبون ابن غنام، يصدقها الموجود الآن، الباقي في الآفاق موجود الآن. فابن غنام شاهد هذه الأشياء وأخبر عنها، أما أنت فأنت ما رأيتها، أنت ما رأيتها. وهذا من إيحاء القبوريين، هم الذين يقولون أنتم تكذبون على الناس ولا حصل شيء، والبلاد بلاد توحيد وبلاد نعم.